مرحبا، درت الشعرية الصينية مع درتها مع الحوت. يعني تقدروا تقدموها مع الحوت مقلي او لا مع حاجة اخرى كي كتبغيو. المهم انا غادي نقول لكم المقادير والطريقة كيف درت لها. مهم خاص نكون وجدنا معنا واحد فلفل حمار وفلفل خضر، واحد بصلة كبيرة، وشوية غامبة، وشوية الكالاماريس. يعني ديروا منه كل حاجة شوية شوية، ما غاديش نقول جرامات لأن كل واحدة على حسب الذوق ديالو. إذا فلفلة حمراء، فلفلة كبيرة، شوية غامبة، شوية كالاماريس، والحوت اللي ما فيهش الشوك كيكون في ليتي، والبصل. أنا درت وحدة كبيرة، يعني 4 صغيرات، كانوا عندي صغيرات درتهم، ها هما درتهم 4 صغيرات. من بعد غادي من بعد نقطعوا هذيك الفلفل الخضر والبصل. اذا غادي نقليو شويه في الزيت، شويه ماشي بزاف، يعني غير باش نقليوها وصافي. نقليو ديك الفلفل الاحمر، الفلفل الخضر. من بعد غادي نضيفوا ليه شويه البصل في زيت نتاع الزيتون، ونضيفوا ليه، نخليهم يتقلاو بلا ما نقليهم بالجهد، بلا ماشي بالنار مجهده، شويه مهيله. وندي من نشوفوه يتقلاو قلاو شويه، نضيفوا ليهم هذا البصل. ملي غادي نضيفوا داك البصل نخليهم يقلاو، ولكن نغطيوه شويه باش ما يتحرقش داك كلشي، يطيبوا على نار مهيله، يعني يتقلاو وما يتحرقوش. اذا هذيك العطور، التوابل هما الكركمه، الابزار الاسود، والابزار الابيض، وهذا الجنجبر سكينجبير، وشويه الملح على حسب المذاق. وشنو هي؟ غير معلقه كبيره نتاع معلقه صغيره نتاع سكينجبير هي وصافي. والاخرين كلهم ديروا شويه منهم، نص نص معلقه صغيره، ونغطيو عليهم، ندير لهم شويه هذاك الخليط، نضيفوا ليه هذاك الخليط، نضيفوا ليه هذيك التوابل، ونخليوه يتقلى غير بشويه غير بشويه. من بعد عندنا حتى لي شامبينيون، وعندنا حتى واحد هذه الكابويا الخضراء، نديروا غير نص منها وصافي. قطعوها صغيره صغيره ولا كيف بغيتو. اذا بغيتو انا غادي نقول غير الطريقه ديالي كيف درت لها. اذا هذا يكون عندنا كالاماريس نقليوه في زيت الزيتون، حتى هو نقليوه مزيان مزيان غير بشويه باش ما يتحرقش، باش يتقلى وما يتحرقش. هكذا ديما كندير لهم من الاحسن، باش ما ي... احسن الحاجه تطيب وما تحرقش، احسن غير بشويه. ملي غادي نضيف ليه هذا، وندير غامبه. وهذا كان عندي هذا الجزر، كنت حكيته ودرته في الكونجيلاتور. اذا ها هو التوابل، ضفتهم وضفت الجزر وضفت الكابويا. من بعد نخليهم يتقلاو، وهذيك الغامبه ملي قطعتها غادي نضيفها ليه، ونضيف غير بشويه على حسب النهار، ماشي مجهده مجهده بزاف، يعني متوسطه. ولكن من يبدا صافي باش يطلق ديك كلشي المواد، ديك الروا ديالهم، الماء ديالهم، ونديروا لهم شويه سواء المعدنوس او القزبر، ونخليوه يتقلى. ونضيفوا ليه هذه المعلقه الصغيره نتاع هذا الطوماط كونسونتري، الطماطم المركزه، ونضيفوا ليه واحد درس نتاع الثوم، ونضيفوا حتى هذاك شامبينيون، ونضيفوا كله هذاك الخليط، نضيفوا ديك الشامبينيون. من بعد نحركوه ونخلطوه، هذا من احسن على نار مهيله احسن باش ما يتحرقوش، لان ما نضيف لهمش الماء. ومن بعد هذيك الشعريه الصينيه غادي نضيف لها الماء حامي سخون، نخليوها هكذاك من 3 دقائق هكذاك، مهم غير باش تكون مدباله هكذاك، تكون مدباله. اذا صافي نقطروها، نخليوها تقطر بداك الماء، ومن بعد نقطعها شويه باش ما تكونش طويله. اذا ملي نقطعوها صافي عندنا هذاك الحوت، نديرو في واحد شويه نتاع الزيت ماشي بزاف، نخليوه يتقلى غير شويه. الى هذاك الماء فيه يطلق الماء الوغ نطفيو، لان انا كان عندي في المجمد. من بعد هو الطاب، نقلبوه حتى يطيب، ونضيفوا لهذاك الخليط كله، نضيفوه ما فيش شوك هذا.
ومن بعد الا كان عندكم واحد معلقه كبيره نتاع الصوجا زيدوا له، انا ما ضفتلوش، كان عندي كانت مشات لاضت ديالها وصافي رميتها. اذا غادي نديرو هنايا هذه الشعريه الصينيه، نضيفوها للخليط بعد ما ضفنا الحوت، ومن بعد صافي تكون واجده. نقصوا لها شويه شويه تكون طايبه، ديجا هي تكون طايبه هذا الشيء، ولكن كل شيء من الاحسن يطيب يطيب وما يتحرقش. وفي تالي كيكون هذا الحوت، الا كنت مثلا انا كنت قليت الحوت ورافقت هذيك الشعريه الصينيه وداك الحوت مع الحوت مقلي، وهكذا كيكون مزيان وكيكون لذيذ. اذا مثلا تايا اذا مثلا تعجبكم اكثر الشعريه الصينيه فيها فضيفوا اكثر الشعريه الصينيه. انا قلت الطريقه ديالي هذه هي، وحتى الا كان فيها البلح البحر تقدروا تضيفوا لها تقليوها، ولا تكون عندكم في الماء يعني تضيفوا لها ذاك الخليط كله. شكرا للمشاهدة.